في البداية بقى عايزين نعرف مع بعض تعريف مرض السكر، يعني ايه هو مرض السكر؟ مرض السكر في الحقيقة هو مش عبارة عن مرض واحد بس، مرض السكر عبارة عن متلازمة، تمام؟ والمتلازمة دي تشمل عدة حاجات. فالمتلازمة دي يحدث فيها اضطراب في عملية الأيض، أو هي عملية التمثيل الغذائي أو الاستقلاب الغذائي للطاقة، تمام؟ ينتج عنها ارتفاع شاذ في تركيز سكر الجلوكوز في الدم نتيجة لنقص هرمون الأنسولين، أو نتيجة لانخفاض أنسجة الجسم للأنسولين اللي هي مقاومة الأنسولين، أو كل من الأمرين يعني. تمام. على سبيل المثال مثلا مريض السكري ده بيعاني من مشكلة الاستقلاب الغذائي اللي هي تحويل الغذاء إلى طاقة. فإذا أكل كمية كبيرة من الطعام طبعا أكيد فيه نشويات، فالنشويات عشان الجسم يستفاد منها بتتكسر وتتحول إلى سكر الجلوكوز، وعشان الجسم بيستفيد من الجلوكوز الدم ياخد الجلوكوز ويوديه للأنسجة عشان يمدها بالطاقة. في بعض الخلايا بتحتاج إن الجلوكوز يدخل من الدم أو من الوسط بين الخلايا إلى داخل الخلايا، تمام؟ ففي حالة غياب نقص الأكسجين أو الخلل في انخفاض الأنسجة للأنسولين، الجسم طبعا بيتراكم فيه جزيئات كبيرة من سكر الجلوكوز ده، وبيؤدي إلى الأعراض اللي بتظهر على المريض. تمام. يعني هي الأسباب الرئيسية لمرض السكر، تمام، هو نقص الأنسولين. ده أول سبب. تمام. ده تمام. أول سبب. آه. والأنسجة أو مقاومة الأنسجة للأنسولين. مقاومة يعني إن مثلاً الجسم يقاوم الأنسولين في الجسم. تمام. ماشي. تمام. عشان كده برضو في مرض بيسمى بمقاومة الأنسولين. هو مش مرض، هو نوع تاني من السكر. تمام. اسمه السكر المقاوم للأنسولين. ده السكر المقاوم للأنسولين. آه تمام. طب النوع التاني من السكر اللي حضرتك بتتكلم عنه ده. تمام. يعني ده ممكن يعني ده سكر يعني أوكي سكر تمام. تمام. ويعد من أمراض السكر. تمام. ولا دي بداية سكر؟ لا، هو مرض سكر لكن سكر من النوع الثاني، السكر الأولي من النوع الثاني أو السكر الغير معتمد على الأنسولين. تمام. تمام. طيب إزاي بقى بيتم التشخيص؟ يعني دلوقتي إزاي تعرف إن المريض ده مريض سكر؟ أولا المريض السكر بيجي لي مثلا العيادة أو بيجي لي المستشفى يشتكي من الأشياء الكلاسيكية أو الحاجات المعروفة، يجي يقول أنا بعطش كتير، بشرب كتير، بدخل الحمام، أتبول كتير، بأكل كتير وبخس، وبعض الأحيان يقول لك أنا حاسس بهرش كتير في جسمي. فأنا ببدأ أشك إن دي طبعا العلامات الكلاسيكية للسكر أو العلامات المميزة لمرض السكر. تمام. فبأخد منه عينة سكر عشوائي اللي بتكون على الجهاز المعروف طبعا في المستشفيات والعيادات، بأخد نقطة دم على جهاز السكر على شريط السكر وأقيس نسبة السكر. ليه بقى في المستشفيات والصيدليات وفي كل مكان؟ أكيد موجود في كل مكان، وفي بعض الناس بتجيبه في البيوت هو وجهاز الضغط طبعا عشان الاستمرارية على ضبط ضغط الدم وعلى السكر والحاجات دي. فبيقيس السكر اللي أعلى من 200. تمام. بناء على هذه العلامات الأولية وأن سكر العشوائي بيكون أعلى من 200 فهذا المريض مريض سكر. تمام. بيتم أكيد من التشخيص بعدة برضو إيه عوامل تانية أو تحاليل تانية. يعني حضرتك بتنصح أي حد بيعاني من عطش شديد جدا، بيعاني من كثرة التبول. تمام. ودخول الحمام كتير. تمام. وبيعاني مثلا من فقدان في الوزن مع فقدان في الوزن مع فتح الشهية الزايدة جدا. وخلي بالك ان برضو المريض ممكن يكون بيخس وهو بياكل كتير جدا ما يكونش سكر، يكون مثلا عنده فرط افراز هرمون الغدة الدرقية هرمون الثيروكسين. تمام. ده برضو من ضمن الاسباب. ممكن يكون عنده عدوى ببعض الطفيليات اللي بتكون موجوده في البطن وكده زي اشهرهم مثلا الدوده الشرطيه. تمام. يعني هو احنا العلامات ديت مش شرط، يعني هي مش مؤشر رئيسي او حاجه رئيسيه، ولكن هو ممكن يكون مؤشر مميزة. مبدئي. علامات مميزه. فانت لازم تروح تعمل تشخيص او التحليل العشوائي ده. تمام. وتشوف بحيث ان انت تطمن على نفسك. تمام. الاول دي حاجه مبدئيا كده.